طيب اكتر من ميعاد مقترح لبدايه السيزون الجديد بقى، وده اللي يمكن تم الاعلان عنه. لو الموسم ده انتهى في زي ما هو مقرر ليه او مخطط ليه في نهايه شهر اغسطس، وده سيناريو يمكن يكون صعب شويه لكن سيناريو محتمل، هيكون بدايه الدوري الجديد في منتصف شهر سبتمبر، يعني ابتدي في الموسم الجديد بدايه من نص شهر 9، وفي الحاله دي هيكون في اسبوعين بس فاصل بين البطولتين او بين الموسمين. اما اذا انتهى الدوري في منتصف شهر سبتمبر فالدوري الجديد ينطلق في اول اكتوبر. ولو انتهى او اضطرينا ان احنا ننهي الموسم ده في 30 سبتمبر فده معناه انه الدوري الجديد هينطلق في المره دي في 30 اكتوبر، يعني في نهايه اكتوبر او في بدايه شهر 11. على حسب طبعا كل ده مرتبط بمسيره المنتخب الاولمبي في المقام الاول ومدى نجاحه في انه يوصل لادوار متقدمه في مشاركته في الاولمبياد.